وجه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إدارة الحجر الزراعي بمتابعة كل المشاكل التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية تزامنا مع بدء الموسم التصديري الجديد، وخاصة إلى روسيا، حيث تحاول الوزارة أن تكون بديلا بصادراتها للسوق الروسي عن تركيا. وأكد فايد في بيان استهداف الوزارة لزيادة الصادرات من 5 إلى 5.5 مليون طن في العام المقبل بدلا من 4.5 مليون طن للعام الحالي. أكد